جمهور الصغير، اليوم معنا لعبتين أو أحجيتين أو لغزين. اللغز الأول بيجي بالطريقة هاي، عبارة عن صندوق خشبي فيه فتحتين وفيه قلين أو كرتين زجاجيات، لازم كل كرة من الكرات تدخل بالفتحة اللي على جهتها بنفس الوقت بنفس الوقت. خليها. اللغز الثاني، هذا اللغز طبعا صنف من أصعب الألغاز أو من أصعب الأحجيات في العالم، أخذ براءة اختراع من أمريكا سنة 1975، عبارة عن ثلاث قطع، 1 2 3 زي ما أنتم شايفين. لازم ينحل بحيث أنه تكون كل قطعة لحال، هاي لحال وهاي لحال وهاي لحال، وزي ما أنتم شايفين طبعا هون في فتحة وهون في فتحة، تمام، والقطعة الثانية في فتحة هون، والقطعة الثالثة في ممر هون، طريقة هاي هيك راح يكون أوضح. خلينا نبلش الحل، هذا أول إشي لأنه شوية أصعب من اللغز الثاني. طبعا الخطوة الأولى بالطريقة هاي، بلش بالقطعة هاي، بندخلها من الطريق النافذ من هون، نفس الطريقة هاي بكل سهولة، تمام. ما بعد ذلك هاي القطعة بنقلبها لتحت، ما بعد ذلك هاي الفتحة لازم يدخل فيها هاي الدائرة وهاي الزاوية للقطعتين بالطريقة هاي، طبعا بتصير هيك، تمام. ما بعد ذلك نفس القطعة بندخلها مرة ثانية لدائرة هاي القطعة، وهاي القطعة نفس الطريقة بندخلها مرة ثانية لهاي القطعة. أصبح عندنا بالطريقة هاي القطع، هذول القطعتين داخل هاي القطعة. ما بعد ذلك بنرفع هاي لفوق بحيث تكون بالشكل هذا، وبندخل الفتحة هاي بالدائرة هاي بالطريقة هاي. وما بعد ذلك هاي القطعة بدنا نلفها لفوق، ما بعد ذلك هاي بنطلعها بالطريقة هاي، والخطوة الأخيرة معنا هاي القطعة بنطلعها بالطريقة هاي بالنسبة لهاي القطعة، تمام. هسا إن هذول القطعتين يعني أسهل من أول بالطريقة هاي، طبعا عفوا بالطريقة هاي، شايفين هاي الزاوية وهذا الذراع الطويل، نضغط عليها ضغطة خفيفة بالطريقة هاي بحيث انه صارت معكوسة، هذا الطرف صار على اليمين وهذا الطرف صار على الشمال. ما بعد ذلك الامور بتصير سهلة كثير. شايفين هاي الطريقة بنطلعها واصبح كل قطعة لحال. طبعا للأمانة هذا اللغز من أصعب الألغاز اللي حليتها بحياتي، وأنا الألغاز اللي حليتها بحياتي كلهم لغزين، هذا اللغز وهذا اللغز. بالنسبة لهذا اللغز طبعا مهما حاولت تظلك تعمل هيك وهيك وهيك وهيك، هذا على الفاضي يعني ما راح تزبط الأمور. طريقتها سهلة جدا، طريقة هاي أصبح كل كرة زجاجية بالفتحة تبعتها. شكرا جزيلا، ما تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة.